تعتبر ممارسة الرياضة في شهر رمضان من أبرز الخطط التي يضعها الراغبون في التخلص من الوزن الزائد، ليكون الصيام هو الخطوة الأولى نحو الوصول للوزن المثالي. ومع الظروف الخاصة التي نشهدها حاليا بسبب تفشي جائحة كورونا، وضع البعض خيار ممارسة الرياضة عن بعد بمشاركة مدرب شخصي لتحقيق هذا الهدف. السلام عليكم، مرحبا، شخباركم؟ إن شاء الله. ممارسة الرياضة عن بعد باتت الخيار الأول للكثير من الراغبين في الوصول إلى الوزن المثالي، واستغلال شهر رمضان لتحقيق هذه الغاية، خصوصا وإن ممارسة الرياضة ليست حكرا على مكان معين، فمن الممكن ممارستها في أي مكان بمشاركة المدرب الشخصي المتمكن. طبعا احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها في امس الحاجه للتمرين، كون لنا الهدف الاول من التمرين قبل ما نقول ان نبي نضعف ونبي نحافظ على اللياقه والمناعه الى اخره، هي صحه العقل. فالرياضه هي اهم شيء عشان نحافظ على النفسيه الحلوه، الافكار الايجابيه اللي نحتاجها بالذات في هذه الفتره. فطبعا يعني مع الظروف اللي احنا فيها الناس توجهت للتمرين عن بعد، لان كان هذا الحل الوحيد طبعا. وناس كثير قدرت ان هي تحافظ على مستوى لياقتها وعلى يعني على الاقل على النفسيه في هذه الفتره الصعبه. هذه الظروف الخاصه دفعت بالكثير من المدربين لتقديم خدماتهم عن بعد، ليكونوا طرفا مهما في التقليل من حالات الاصابه بفيروس كورونا، من خلال تشجيع الناس على التواصل المباشر معهم للتعرف على ابرز انواع الرياضات التي من الممكن ان يلجا اليها المتدرب في هذا الوقت. طبعا بالنسبة حق الشهر الفضيل، هذه فرصة ذهبية ووايد ناس تبتدي تتمرن في شهر رمضان، كون لأن عندنا أدفانتج، عندنا ميزة مهمة جدا، وهي أن الناس وهي صايمة طبعا تقدر تحرق الدهون. طبعا لازم الناس تعرف شنو نوع التمرين اللي ممكن أسويه في رمضان. طبعا إذا الإنسان صايم يكون تمرين خفيف، يا مشي، جري خفيف، حتى لو تمارين مثلا نفس السيركتس وهذه الأمور أوزان خفيفة، ويفضل أيضا بدون أوزان فترة الصيام. تمارين متنوعة بأساليب مبسطة وشرح واف يقدمه المدرب الشخصي خلال فترة التدريب لتشجيع المشارك على ممارسة الرياضة دون التعرض لإصابات جراء تطبيق إحدى التمارين بشكل خاطئ. فنحن اليوم بحاجة ماسة إلى ممارسة الرياضة في أي مكان، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية لنكون طرفا في التقليل من معدلات انتشار فيروس كورونا. أصبحت فكرة ممارسة الرياضة عن بعد مطلبا مهما للحفاظ على صحة الفرد، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء الجائحة، مما دفع مدربو الرياضة لتشجيع الناس على ممارستها من منازلهم تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم. خفلة القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.